من غزه معنا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر اهلا بك معنا، ماذا يحدث في محيط وداخل مجمع الشفاء؟ نعم ضحى، الذي يحدث هو استمرار هذا القصف المدفعي العنيف من قبل الدبابات التي تحيط بمجمع الشفاء الطبي وأيضا المنطقة المحيطة بهذا المجمع، حيث قصفت قبل دقائق من الآن عدة منازل وأيضا بنايات وشقق سكنية في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة، وأرى يعني بعض النيران تشتعل من عدد من هذه الشقق التي تم استهدافها بالمدفعية الإسرائيلية وتتصاعد منها ألسنة الدخان الأسود، حيث أن هذا القصف يترافق أيضا مع إطلاق نار كثيف من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تجوب أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحقيقا فوق أجواء مستشفى الشفاء وحي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. داخل مستشفى الشفاء طلقات نارية بشكل كثيف أصابت عددا من أقسام المستشفى وخاصة في الأجزاء في الطوابق العلوية كمبنى الجراحات التخصصي وأيضا مستشفى النساء والولادة، والذي كان الجيش الإسرائيلي بدأ عملية توغله من هذا المستشفى مستشفى النساء والولادة من الجهة الجنوبية من المستشفى، ولحقه عدد كبير من آليات الجيش الإسرائيلي ودباباته، حيث الآن بات الجيش الإسرائيلي تقول طلقات نارية، هل يعني ذلك بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المستشفى وهي الآن في الداخل؟ نعم، قوة إسرائيلية هي داخل هذا المستشفى مستشفى النساء والولادة من الجهة الجنوبية من مجمع الشفاء الطبي، وهي أولى بدايات الجيش الإسرائيلي الذي يعني قام بعملية الاقتحام، حيث أن هذه القوة الخاصة التي اقتحمت يعني بشكل مفاجئ هذا المكان تبعها بشكل سريع وفوري تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية من دبابات وناقلات للجند على هذا المستشفى، حيث أنه لا يتحرك حاليا أي من المواطنين خصوصا من النازحين الطواقم الطبية وأيضا مرافقي الجرحى في الساحة الأمامية لهذا المستشفى أو من داخل أقسامها، حيث أن كل من يتحرك يتعرض للنيران من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تستهدف أي مواطن يتحرك. أيضا هناك ضحى أعداد من الضحايا والجرحى والمصابين في يعني في على بوابات هذا المستشفى وأيضا في الشوارع المحيطة لحظة قدوم هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية بين الساعة الثانية والثانية والنصف من فجر هذا اليوم، حاولت أعداد من المواطنين الهروب خوفا ورعبا أيضا وخوفا على أطفالهم الهروب من داخل المستشفى والتوجه إلى أماكن ربما تكون أكثر أمنا، ولكن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا والجرحى والذين يتعذر على أي من نقلهم أو انتشالهم إلى المستشفى بسبب استمرار هذه العملية العسكرية الإسرائيلية. نعم، دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول بأنهم أرسلوا طاقم ليس فقط للبحث عن عناصر من حماس ولكن حتى يتحدثون اللغة العربية، يتحدثون مع المرضى. ما الذي يحدث بالتحديد مع المرضى في داخل المستشفى، وهل فعلا وجدت إسرائيل عناصر من حماس كما تقول؟ يعني نعم ضحى، يعني اولا فيما يتعلق ما صدر على لسان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي من انه قام بنقل ناطقين باللغه العربيه الى الميدان يعني الى داخل مستشفى الشفاء ليتحدثوا او يتواصلوا مع المرضى المقيمين في المستشفى، وايضا هناك كما يقول الجيش الاسرائيلي بان اطباء معه في داخل هذا المستشفى. فيما يتعلق بالاوضاع داخل المستشفى، الجرحى هم بالمئات يعني يتواجدون على سرة الشفاء، وطاقم طبي هو عمل يعني قبيل هذا الاجتياح والتوغل ضحى هو عدد قليل جدا، حيث أن المنظومة الطبية هي شبه منعدمة في داخل مستشفى الشفاء والذي لا يعمل بنحو إلا بنحو 10% من القدرة الاستيعابية للأطباء داخل هذا المستشفى، حيث أن الغالبية العظمى أو الغالبية من الأطباء الذين كانوا نزحوا خلال التوغل والاجتياح والحصار الأول في تشرين 2 نوفمبر الماضي توجهوا إلى المناطق الجنوبية والوسطى من قطاع غزة ولا زالوا في تلك المناطق، ولم يسمح لهم الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى مستشفى الشفاء. الطواقم الطبية الموجودة حاليا هي موجودة مع الجرحى والمصابين، وأيضا هناك أعداد من النازحين وأيضا مرافقي المرضى والجرحى داخل مجمع الشفاء الطبي والذي يتعرض حاليا لحصار مطبق وشامل من قبل الآلة الحربية الإسرائيلية. نعم ضحى. نعم خضر تقول بأنه يتم استهداف كل من يتحرك داخل مستشفى الشفاء أو في محيط المستشفى. دعنا نذكر المشاهدين تقريبا الأعداد المتواجدة سواء من المرضى والمصابين داخل المستشفى أو النازحين في محيط هذه المستشفى وهذا المجمع.
نعم، يعني فيما يتعلق بالأعداد التي تتواجد داخل مجمع الشفاء الطبي، هناك المئات من المرضى والجرحى، يفوق عددهم 400 من الجرحى والمصابين داخل مجمع الشفاء الطبي، وأيضا هنا طاقم طبي عبارة عن بعض الأطباء وعددهم قليل جدا لا يتجاوز 10 أطباء، وأيضا طاقم من الحكيم وأيضا التمريض وبعض الأخصائي التخدير والأشعة، هم عدد قليل جدا في داخل هذا المستشفى. وأيضا فيما يتعلق بأعداد النازحين الذين يتواجدون، يعني عددهم هم بالآلاف داخل هذا المجمع، على الأقل هنا في داخل مجمع الشفاء الطبي 3000 إنسان هم غالبيتهم من النازحين. كيف يتم عملية إنقاذ الجرحى في مجمع الشفاء وسط كل هذه النيران الكثيفة؟ نعم، عمليا مستشفى الشفاء في هذه اللحظات هو يعني شبه مشلول ولا يعمل بأي من الطواقم الطبية نتيجة استمرار هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، وأيضا استمرار إطلاق النار فوق أقسامه من قبل المسيرات الإسرائيلية، إذ أن المستشفى ضحى هو أيضا يعاني من نقصان وشح وانعدام من الأدوية الطبية والمستهلكات والمستلزمات الطبية التي لم تصل إليها على مدار الأيام الماضية، فهو مستشفى يعني ما يقدمه تقريبا يعني شبه أنه عيادة طبية أو مركز طبي، هي إسعافات أولية للجرحى والمرضى، ولكن هناك كانت بعض الجهود التي تعمل بشكل حثيث من أجل يعني تشغيل مختلف أو معظم الأقسام في داخل هذا المستشفى، ولكن يحول يعني دون تشغيل هذه الأقسام عملية عدم وصول الأدوية والمستهلكات الطبية وأيضا الكادر الطبي الذي يعمل في داخل هذا المستشفى والذي هو متواجد حاليا في المناطق الجنوبية. حاول الأطباء الذين هم يتواجدون في داخل هذا المستشفى بإمكانياتهم وجهدهم المحدود تشغيل عدد من الأقسام ونجحوا في تشغيلها، ولكن كما تشاهدين يعني ضحى آلة الحرب الإسرائيلية كلما يعني تعافى مستشفى الشفاء ويحاول أن يقوم بعمله بشكل طبيعي يكون هناك عملية توغل وحصار لهذا المستشفى، وأيضا لا يتعرض هذا المستشفى لشلل تام سواء من المنظومة الطبية والصحية أو حتى على صعيد عدم وصول الجرحى والمرضى والمصابين والضحايا إليه نتيجة حصاره من قبل الآلة الحربية الإسرائيلية. سنبقى دائما في متابعة معك خضرة، شكرا جزيلا مراسل الحدث خضرة الزعنون، كنت معنا من غزة.